انت نفسك تحفظ القرآن الكريم كامل في مدة قليلة جدا وبطريقة سهلة جدا، مش كده؟ طيب تعال اقولك انا ازاي قدرت احفظ سورة البقرة كاملة في شهر وعشر ايام تقريبا. في برنامج اسمه برنامج تمكين، رابط البرنامج ده في اول تعليق مثبت. البرنامج ده وبكل اختصار بيحفظك القرآن الكريم بالاحكام من غير ما تحتاج لشيخ، وفي مدة قليلة جدا وبطريقة سهلة جدا جدا. لو جينا وفتحنا البرنامج مع بعض هنلاقي البرنامج مصحف من غير كلمات. لو جينا مثلا ونقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بكل بساطة البرنامج ده بيحفظك القرآن الكريم كامل بطريقة سهلة جدا جدا. كل اللي عليك ان انت هتسمع للبرنامج، لو غلطت في الآية البرنامج بيتهز معاك وبيصحح لك، بيقول لك الآية اللي انت غلطت فيها